كابتن صالح سليم كان طول عمره لو حبيت تديله مصطلح هتقول عليه رجل المواقف، هو هياخد موقف، يعني هياخد موقف تبعا لقناعاته. ممكن تيجي انت بعد فتره طويله تختلف مع الموقف ده او تتفق، ولكن في النهايه هتعرف ان هو دايما صاحب موقف. لو جيت في فتره انسحاب النادي الاهلي من البطولات الافريقيه، ليه الكابتن صالح عمل كده؟ لما حصل ظلم باين على النادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي والحكم المرتشي باتريس ماتابيلا، ولما بنقول حكم مرتشي انتوا عارفين القاعده خلاص، هو صدر حكم بانه حكم مرتشي باتريس ماتابيلا، ويمكن دي المباراه الوحيده اللي فاز فيها نادي الزمالك. كابتن صالح سليم خد اجراء وخد موقف ان انا مش هشارك في البطولات دي. بنشوف ناس كتيره جدا بتشتكي من الاتحاد الافريقي من حوالي 21 سنه ومفيش مره حاولوا ياخدوا موقف بفكره الانسحاب او عدم المشاركه في البطولات الافريقيه. انا هنا مش بتكلم عن فكره الموقف كان صح ولا غلط قد ما فكره لما حصل ظلم الرجل كابتن صالح سليم اخد موقف. هتقول اصل هو رئيس النادي الاهلي وبطبيعه الحال ممكن ياخد موقف، عايز اقول لك من وهو لاعب والكابتن صالح سليم اخد موقف. الكابتن صالح سليم ما كانش بيسمح بالتهاون في كوره بين ماتش الترسانه والاهلي الشهير، الكابتن ميمي عبد الحميد اترقص ترقيصه يعني ما عجبتش الكابتن صالح سليم، كان في موقف معاه حاد جدا من الكابتن صالح سليم ده وهو لاعب. طيب عضو مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن صالح سليم ولسه في اول مرحله وبيبدا سلم الاداره في النادي الاهلي، بياخد موقف مع مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل لما صدر قرار من مجلس اداره النادي الاهلي لما كان في ازمه لبث المباريات والبث التلفزيوني والمقابل المادي، فكان راي الكابتن صالح سليم مفيش حاجه اسمها هنهدد، يا هنقول مش هنذيع المباراه دي، فناخد راي كمجلس اداره مش هنذيع المباراه دي ولكن نبقى عارفين ان احنا مش هنتراجع فيه. مجلس الاداره خد قرار بعدم اذاعه المباراه، ولكن مع ضغوط تراجع مجلس الاداره عن قراره وتم اذاعه المباراه، فما كان من الكابتن صالح سليم الا انه قدم استقالته. مواقف كتيره جدا تقدر تتفق معها تختلف معها تشوفها بعين الزمن اللي كان موجود فيه الكابتن صالح سليم، لكن بالتاكيد مش هنختلف ابدا ان الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان رجل المواقف في النادي الاهلي. معلمه طبعا كان الكابتن مختار التتش على حد تعبير الكابتن صالح سليم. فبمناسبة مولد الكابتن صالح سليم نشوف التقرير ده ونرجع نستكمل باقي حلقة الأهلي خطة. صالح سليم واقف مطرح يحيى بن زايد اليمين طويل صالح سليم وداخل حلو وشوطه جميل. يقول الكاتب الإنجليزي سومرسيت موم: العظماء يعتبرون المتاعب الكبيرة أمورا هينة وينظرون للأمور الهينة على أنها لا شيء على الإطلاق. هكذا كان صالح وحياته ومواقفه. نعم، هو من رحل وترك وراءه شعار الأهلي فوق الجميع، فمصلحة الكيان تأتي أولا. ولد في 11 سبتمبر عام 1930 لأخوين هما طارق وعبد الوهاب. التحق بالنادي الأهلي عام 1944 بعد أن كان قائدا لفريق مدرسة السعيدية، ولم تنتهي إلا في نوفمبر عام 1966 بعد أن حقق تاريخا طويلا مع الأهلي. هو أحد عظماء الجيل التاريخي الذي حقق الدوري لتسعة مواسم متتالية، وهو رقم قياسي لم ينجح جيل آخر في تحطيمه، وساهم صالح سليم في تحقيق البطولات التسعة. حقق صالح سليم مع النادي الأهلي 19 لقبا، 11 لقب للدوري العام وثماني بطولات لكأس مصر، وتمكن من تسجيل 92 هدفا مع النادي الأهلي، 78 هدفا في بطولة الدوري العام و14 هدفا ببطولة كأس مصر. ربما لو قدر لمسيرة صالح سليم أن تنتهي بتلك النجاحات فقط لكان قد اكتفي بذكره كواحد من بين عظماء اللعبة في النادي الأهلي، ولكن ما كان يخبئه القدر لصالح سليم كان أكبر بكثير من ذكره كلاعب. فصالح سليم اكتسب رمزية استثنائية في تاريخ النادي الأهلي. طه بالجنب الشمال لصالح سليم وانتوبن وبالطه هو وطول ويحطه في الجول، الجول الثاني. بعد اعتزال صالح سليم استعان به الفريق مرتجي في تكوين جيل التلامذة الذي أصبح نقطة التحول بعد السنوات العجاف.
كان صالح سليم مهندس مشروع هذا الفريق بكبرياء البطل، ولكن كان لدى صالح سليم طموح صنفه البعض أنه غير منطقي، وهو ترأس النادي الأهلي الذي لم يشغل رئاسته لاعب كرة حتى فعلها صالح سليم. فشل في محاولته الأولى أمام الفريق مرتجي، ولكن صالح سليم لم ييأس، وفي الانتخابات التي تلتها صار صالح سليم رئيسا للنادي الأهلي للمرة الأولى عام 1980. عصر صالح لم يشهد فقط الفوز بخمس بطولات إفريقية خلال ستة أعوام، حينما فاز الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عامي 82 و87، وفاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس أعوام 84، 85 و86. ولم يكن عصر تتويجات محلية تاريخية شهدت فوز الأهلي بالدوري لسبعة مواسم متتالية في الفترة ما بين عام 94 وحتى عام 2000، بل كانت فترة شهدت مواقف تاريخية رسخت مبادئ الأهلي التي تمسك بها المايسترو لتصبح منهجا لجمهور وإدارات النادي الأهلي جيلا بعد جيل. وأراد القدر في نهاية المشهد ألا يحرم صالح من أن يكلل مسيرته مع النادي الأهلي ليكون ختاماً يليق بصالح سليم، وتحديداً في يوم الثلاثاء 23 من مايو 2001، حينما ذهب صالح سليم إلى جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ليتسلم جائزة نادي القرن الإفريقي عن القرن العشرين، وهي الجائزة التي استحقها النادي الأهلي عن جدارة بعد مسيرته الأنجح بين كل أندية القارة عبر البطولات الإفريقية. عام جديد يمضي على ذكرى ميلاد صالح، التي كلما حلت تذكرنا أن للأهلي رجالا مخلصين أحبوه ومنحوه من روحهم ما خلد سيرتهم بين جمهوره على مر السنين. إلى صالح، إلى أحمد رفعت، ونزلوا يا ولد، والدور، والدور، كأس الخشبة، يا سلام. كان عظيم كابتن صالح سليم، كل كلمة في التقرير هي جزء صغير من اللي عمله كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم لما باجي بص على الكرة المصرية دلوقتي حس إن إحنا حاجات كتير جدا جدا اختلفت مش داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي بيحافظ على الإرث ده، ولكن حاجات كتيرة جدا ضلت الطريق. يمكن والتقرير شغال افتكرت كابتن صالح سليم وموقفه في 97 بإيقاف كابتن إبراهيم حسن اللي عرضنا قبل كده أسامة الوثيقة هنا في من جريدة الأهرام، وإزاي بادر كابتن صالح سليم بإيقاف لاعب من النادي الأهلي وهو بيلعب مع منتخب مصر نتيجة تصرف غير لائق أو غير أخلاقي. وبنشوف دلوقتي ناس بتبرر وبتدافع عن الإساءات لرموز النادي الأهلي. كابتن صالح سليم هنفضل فاكرينك طول الوقت لأنك اللي عملته للنادي الأهلي والكرة المصرية لا يمكن أبدا نسيانه. نشوفكم بعد الفاصل.